حياكم الله مجددا واهلا وسهلا بكم. انا صباح الجاف معكم من الان وحتى الوقت المتبقي في برنامج المتداول لهذا اليوم وهذه الحلقه التي من خلالها اخترنا مجموعه من الاحداث والقصص المتداوله والرائجه على منصات التواصل الاجتماعي. ولكن دعونا نبدا بالعناوين اولا. تشجيع برشلونه يؤذي النفس، فتوى رجل دين للجماهير. الطلقة لا تهمني بين الرجل والمرأة، تهديد مسؤولة بتربية ديالة. تسببوا بالهلع، الداخلية تعتقل متورطين بالهجوم على مطاعم ببغداد. السيدة فاطمة أحمد عبد اللطيف معاون مدير قسم الإشراف الاختصاصي في تربية ديالة ومنسق لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان تظهر في مقطع فيديو تتحدث فيه عن تعرضها لتهديد مباشر وتعرضها أيضا إلى عقوبات مختلفة من قبل أحد المدراء بسبب كشفها حالات فساد إداري وهدر في المال العام في بعض المدارس بعد تلقيها شكاوى مختلفة من الأهالي كما قالت. طبعا السيدة فاطمة ذكرت اسم المدير الذي هددها، نحن بدورنا حجبنا ذلك تحفظا وحفاظا على خصوصية الشخص المقصود ومنعا للتشهير به حتى يأخذ القانون مجراه الطبيعي لفضي هذا الإشكال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد معالي وزير التربية المحترم، تحية طيبة من تحت سقف مديرية تربية ديالة قسم الإشراف الاختصاص. أنقل لحضراتكم شكواي وما يجري من ظلم وفساد إداري وتدخلات في عمل قسم الإشراف الاختصاص من قبل مدير الموارد البشرية الدكتور، ولا سيما بعد أن وجدت كثير من الفساد في بعض مدارسنا، وبحكمي معاون مدير وبصفتي معاون مدير قسم الإشراف الاختصاصي ومنسق لجنة رصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمديرية، لاحظت كثير من الفساد الإداري في بعض المدارس ولا سيما النساء حصرا. وبعد أن كشفت هذا الفساد الإداري بدأ يهددني الأستاذ مدير قسم الموارد البشرية بعبارة الطلقة لا تهمني بين الرجل والمرأة، الطلقة سواسية. ومن هذا المكان الذي أجلس فيه ولسنوات عدة، فكانت 28 سنة خدمة، تأريخ مشرف والجميع يشهد لي بنزاهتي ووقوفي ضد الظلم. أطلب من حضراتكم النظر بموضوع الشكوى هذه وعلى صفحات التواصل، لأنه طفح الكيل اليوم، يهددني ويقوم بتوجيه عقوبة لفت النظر لي بسبب كشفي للفساد الإداري لجنابه وتدخلاته في عمل الإشراف الاختصاص، لأن وجدت تزوير بالدرجات، لأن وجدت معاونات ثلاثة في مدرسة بعدد 436 طالبة، وهذا فساد إداري وهدر بالمال العام من 19، ولأن وجدت لأن جاءتني شكوى من أولياء الأمور ضد إحدى المدرسات اللي يسندها الدكتور حميد ويعطيها إجازات، هاي الإجازات تداوم 4 أيام، هي طالبة دكتوراه في الجامعة المستنصرية قسم طرائق التدريس اللغة العربية، فإنه حاولت إنه أحصل على الجدول الخاص بيها، رغم هو مصدر لها أمر أنه أنا ما عندي إشكالية بالأمر، لكن كانت إشكاليتي لشكاوى الأهالي على هذه المدرسة اللي تمتحن بناتهم وتحاول تتلاعب بالدرجات وتحاول تسيء لهم وتتنمر عليهم. وبعد ما وجدت هذا الشيء قام الدكتور توجيه عقوبة لفت النظر، ولم يكتفي بهذا الشيء بل قام بتشهيري وتشهير سمعتي النظيفة لسنوات عدة، ويرسل لها العقوبة للسيدة المدرسة في تلك المدرسة اللي لديها
خروقات تربوية ومهنية. من هنا معالي وزير التربية أناشدك بإحقاق الحق والنظر بموضوع الفساد الإداري الموجود في مديرية تربية ديالة، ولا سيما قسم موارد البشرية من قبل المدار هذا القسم من قبل الدكتور. طفح الكيل مع هذا الرجل. أتحدث معاك يا معالي وزير التربية، أتحدث معاك أختك من هذا المكان وخلفي العلم العراقي اللي خليته ووضعته ورايا لأجل، ليس لأجل الكشخة، لا، هذا العلم اللي وضعته ورايا حتى أكون فعلا أحمي كرامة هذا العلم وهذا البلد. أطالب حضرتك ومعاليك وأناشد حضرتك ومعاليك وتوصل صوتي إلى رئيس الوزراء، معالي رئيس الوزراء، لإحقاق الحق وأخذ حقي من هذه الفئة الضالة الفاسدة. أتحدث معاك وأضع دمي في راحات يدي. مختصر مفيد، أختكم الدكتورة فاطمة أحمد عبد اللطيف العزاوي، معاون مدير قسم الإشراف الاختصاص. بعد مناشدتها هذه التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس، وزير التربية استقبل الدكتورة فاطمة أحمد معاون مدير قسم الإشراف الاختصاصي في مديرية التربية ديالة، ووجه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر بمظلوميتها والتهديدات التي تعرضت لها. بالمقابل كانت هناك ردود أفعال وآراء وتعليقات كتبت على منصات التواصل حول قصتها. نبدأ بتلك التعليقات من خلال تعليق كتبه نورس كارل. ماذا قال نورس؟ يقول: أولا هذا تشهير وتنسجنين بسببه، ثانيا انت تجاوزتي سلسلة المراجع، ثالثا الفساد اللي تحشين به، فالمعاونات عادي يكون ثلاث لكن الأصح اثنان. تعليق من يوسف عيسى يقول ليوسف في تعليقه: الله يحفظك دكتورة فاطمة ويكثر من أمثالك، فساد الكوادر دمر المدارس والطلاب والتلاميذ. هناك أيضا مداخلة أخرى وتعليق من نورس تقول أو يقول: بارك الله فيك دكتورتنا الفاضلة، دائما الله ينصر أهل الحق. أيضا هناك مداخلة أخرى ستظهر مع علي، يقول علي في تعليقه: بعد غياب القانون واستفحال سطوة الأحزاب، أصبحت شبكات التواصل والمناشدات عبر الرأي العام هي الحل. تعليق من أحمد: إذا تريد تهدم شعب أول ما تبلش بالتعليم، وللأسف التعليم عندنا صار تجارة والفساد اتغلغل به ومخرجاته أصبحت عالة على المجتمع، لا علمية ولا ثقافة وتسيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. هناك أيضا مداخلة من نونايا تقول: والله ماكو تدريس صحيح بديالة ولا متابعة، خو المعلمات فتشادات شدوية الأطفال صف الأول، والغلط والسب والضرب حتى صارت عقد نفسية أدنى منهن. سلسلة مطاعم تجارية في بغداد تتعرض مجددا إلى اعتداء وتخريب وتكسير، وزارة الداخلية تخرج عن صمتها وتكشف المستور، فما الحكاية؟ مجهولون ملثمون يستقلون عجلات نوع تاهو وبيك اب هاجموا بالأمس مطعمين شهيرين يحملان علامة تجارية أمريكية في شارع فلسطين، قاموا بتحطيم أجهزة الحاسوب والزجاج الخارجي وأثاث المطعم مستخدمين التواثي والآلات الحادة، وتسببوا بأضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية وإثارة الهلع والرعب بين العوائل التي كانت متواجدة في المطعم لحظتها، بالإضافة إلى ترويع سكان أهالي بغداد. شوفوا الشرطة حرام واقف لك إن إيش؟ شو اللي سووا؟ وصلنا واحد هذا سووا. Thank you.
تصور. ليلة ساخنة عاشتها بغداد. طبعا هناك مقاطع أخرى مصورة وثقتها عدسات المواطنين أظهرت اللحظات الأولى لاستهداف مطعم KFC والهجوم على مطعم جيلي هاوس، وما أثار دهشة شهود عيان ومراقبين وجود مركبة للشرطة الاتحادية أثناء وقوع هذا الهجوم دون أن تمنعهم أو تتدخل بشيء على حد ادعائهم. لنشاهد ولا تستعجلوا، فللقصة بقية. ليلة مرعبة عاشتها بغداد على خلفية هذا الهجوم. القوات الأمنية سارعت بالانتشار في المنطقة وحدث زحام خانق وتوقف طوابير المركبات. انتشرت أنباء عن إغلاق الشوارع وعدد من الطرق ببغداد، وهذا ما دفع خلية الإعلام الأمني إلى النفي ببيان رسمي. هذا هو البيان. أما وزارة الداخلية فأعلنت اليوم عن اعتقال عدد من الأشخاص الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين الهاربين بأعمال التخريب والهجوم على المطاعم بحجة الإضرار بالمصالح الأمريكية. أيضا صدرت مذكرات قبض قضائية بحقهم. الكارثة أن أحد المهاجمين ينتمي إلى جهاز أمني لم تفصح عن اسمه. هذا هو البيان الرسمي لوزارة الداخلية، واقتضبنا لكم منه بعض ما جاء فيه. طبعا ردود الأفعال والتعليقات التي كتبت على منصات التواصل نذهب إليها بشكل مباشر وستظهر الآن على الشاشة. نبدأ من هذا التعليق مع ثائر العراقي، يقول: عائلة جالسين بأحد المطاعم حتى يتناولون الطعام بسعادة، بعد انتهاء الامتحانات لصوص يهجمون بالعصي والهراوات ويمزقون تلك اللحظات السعيدة لهذه العائلة مع التسبب بذكرى أليمة للأطفال. هناك أيضا مداخلة أخرى وتعليق من هند سعد: نعم لفرض القانون على الجميع، المقاطعة ما تشتري منه وتخليه يخسر مو تفلش، بعدين البيبسي اللي تجيبوه لأولادكم والنسوانكم شنو محلها من الإعراب؟ هاي الهمجية مرفوضة لأن عمال ولد العراق مو يهود. هناك أيضا مداخلة من صفاء ياسر: شنو ذنب العالم اللي قاعد عمي والله عايشين بغابة، ساعتك أو ساعاتك أمريكية، سياراتكم أمريكية، نقالاتكم أمريكية، زين والتاهوات السوداء اللي يركبونها مو أمريكية، بعد شنو هالتصرف تقطعون أرزاق الناس؟ تعليق من أحمد: صدق لو قالوا بلد العجائب، يعني شنو ضباط ومنتسبي الاتحادية والنجدة
أخذوا القرار من ذاتهم بخصوص حظر التجوال. شنو هذا البيان الاستفزازي يا خلية الإعلام الأمني؟ حسام حجي يقول: الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مجموعة من منفذي الهجمات على سلسلة مطاعم KFC ينتمون إلى جهة معينة، وبعد محاولات إطلاق سراحهم رفضت الجهات الأمنية الأمر الذي دفع هذه الجهة إلى التصعيد. هناك تعليق من علي حسين: مليون عنصر أمني بالعراق ومحل 50 متر ما قدرتوا تحمون سلسلة المطاعم التجارية، لا هاي كلش عيب، بس شعليكم من الحجي ضرب المصالح الأمريكية بمتعة الخاطر فلسطين وعافية. هل تشجيع نادي برشلونة حرام؟ رجل دين عراقي يجيب بمنتهى الصراحة دون لف أو دوران، يصدم عشاق الفريق الكتالوني بإجابته، يريح الرياليين. الشيخ عدائي الغريري، الشخصية المثيرة للجدل والضجة، ينتشر مجددا عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال استضافته في أحد البرامج، عندما حاول المذيع أن يستغل وجوده ويسأله أسئلة كثيرة منوعة، ومن بينها سؤالا حساسا وحرجا للغاية: فيما إذا كان هناك حرمة في تشجيع نادي برشلونة بعد خسائره المتتالية ووضعه الإداري والمالي الصعب، فهل متابعة برشلونة حلال أم حرام؟ لنستمع لما قاله عن برشلونة. شيخ، هل يعتبر تشجيع برشلونة حرام؟ لا، هو مو حرام، بس بيأذية للنفس. ها، أي يعني ممكن إذا أطور الموضوع يصير حرام؟ يعني صدق هم ترى تأذي بنفسك وتصيح ساعة ونص أنت من حرق الأعصاب بدون فائدة. أي جاء تتلف أعصابك النوم وتحرق بدمك وتاليها تطلع النتيجة فارصة. أي تطلع بموسم صفري. أي فتطلع أذية، لا أبطال لا دوري لا كأس، كل شيء ماكو. أي طبعا كل شيء ماكو. قراءتك للوضع ببرشلونة شيخ شنو؟ والله هو ميسي من طلع من برشلونة خربت الشغلة، فلازم يسوون مشية جديدة على 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 ميسي ورجعونه، بس يروحون لازم عاقيل. إيه لو يذب جريش ويالش اسمه ويا برشلونة ويرجع، تقول له لا دولة ربعك ما يصير تطلع دولة، دولة أصدقائك وزملائك لازم ترجع. العمامة ميسي من طلع من برشلونة خربت، إذن يبدو أنه الشغلة مقدم البرنامج حاول اللعب بالنار وتوريط الشيخ عدي الغريري بسؤاله هذا، والمقصود من خلاله أن يعرف ما هي توجهات الشيخ عدي وأي فريق يشجع، وهل يستطيع يستفز البرشلونيين أساسا وعشاق هذا النادي الكتالوني، وهل يستطيع أن يزيد من أوجاعهم خصوصا بعد خروجهم بموسم صفري وإخفاقهم في تحقيق اللقب، وما زاد الطين بلة أيضا ذهاب مبابي إلى نادي ريال مدريد، فماذا سيفعلون برشلونة؟ الله يكون بعونكم والله. عموما هذا الفيديو انتشر على منصات التواصل وتسبب بحدود ضجة كبيرة حول ما قاله الشيخ بالحرف الواحد من تشجيع برشلونة بأذية للنفس. على شنو حارقين أعصابكم ساعة ونص وبالأخير النتيجة فالصة؟ كلام قوي استفز البعض وضايقهم البعض الآخر، تهكم وتشمت. نماذج من الكومنتات والأراء التي كتبت على منصات التواصل نذهب إليها. نبدأ من علي فيروز، ماذا قال في تعليقه؟ يقول علي: الشيخ وطريقته جدا جميلة، مواكب ومواكب للشباب، صدق خربانة يا شيخ، بس إيش مدري كيف ميسي طلع من برشلونة، فاجأتني، طلعت متابع جيد والله عافية وعلى عناد المضغوطين، يقصد البرشلونيين طبعا. تعليق آخر من أحمد عاشور: تحرق دمك بتشجيعهم ساعة كاملة، بالتالي كل شيء ماكو، ترى صدق كلامه دائما يفشلونه، لذلك كلامه بالصميم فعلا شيخ، تلفت أعصابنا من وراهم، ويا ريت فتوى تحرمون بها متابعتهم. بس هاي العايزة. تعليق من أحمد طالب: الشخص لازم يتقبل الخسارة، برشلونة أكثر نادي فرح مشجعي بآخر 20 سنة، صار 20 سنة أشجع برشلونة، شفت 12 دوري و4 أبطال، وشفت كومة ألقاب، وشفت أجمل كرة قدم بالتاريخ، وأفضل وأكثر نادي عنده احترام برشلونة، وقريبا راح أشوف مبابي أيضا.
تعليق آخر من نزار فاضل يقول يعني جايبين الشيخ حتى يسألون عن برشلونة؟ غريب. وفوقها الشيخ أخذ راحته ويجاوبه: عمي أنتوا خليكم بالدين ولا تجون يم الرياضة، شنو خصم برشلونة أو ريال، بس العتب على اللي شجعهم. تعليق من مهدي: ماذا يقول مهدي؟ برشلونة شقد ضاغط الناس، زين اللي يشجع الريال حلال بنظرك؟ أنت رجل دين، شنو هذا الكلام؟ يومية طالع بقناة وتحكي شيش بيش بنظري، هذه إساءة. تعليق آخر ومداخلة من ياسر خلف: جماعة برشلونة ماذا بينكم وبين الله حتى جعلكم مضحكة؟ هو ميسي من طلع صاروا نواعير، وحتى متابعتكم طلعت حرام. الله يحرق أعصابكم، مش قد ما حركت قلوب متابعيكم، وألف مبارك للريال ضاغطهم. أما الآن سنذهب أيضا إلى مجموعة من الأحداث والقصص المتداولة والرائجة على منصات التواصل. نبدأ أيضا من بوابة العناوين. عراقيون يعثروا على 24 مليون دينار وجدها في كيس. احتراق سيارة جي كلاس بسبب زجاجة عطر. الفنان سيد زيان يظهر في الكويت بعد وفاته بثماني سنوات. المبلغ اللي لقيته مو هين، فالخاطر الحسين شير المقطع. رجل يوجه نداء استغاثة عاجل إلى العراقيين ومدوني منصات التواصل الاجتماعي على أمل مساعدته بالعثور على شخص ما. فمن هو؟ لنستمع للقصة. الرجل وبينما كان يسير بمفرده في الشارع مهموما متضايقا بسبب مرض ابنه وعدم استطاعته إجراء عملية جراحية له لاحتياجه إلى مبلغ إضافي قدره 1,300,000 دينار. هنا وإذا بالمفاجأة والصدفة، حيث عثر على كيس ملق على الأرض وبداخله مبلغ كبير جدا يتجاوز 24 مليون دينار عراقي. وهذا ما حدث. السلام عليكم. عم الله يسعدك عمي، لقيت هذا المبلغ بعلاقة سوداء، ولقيت بنص وصفات مال الدكتور التقارير مال المختبر. وصلت للدكتور قال والله العظيم ما أعرف هذا الشخص. أبو المختبر نفس الحال قال والله العظيم عمو ما أعرف. فيا عم الله يكون بعونه، هذا عملية 28 مليون، والمبلغ اللي لقيته أنا مو هين يا عم، 24 مليون وكسور. يخابني قال لي إيش عم بنصهن؟ أقول له عمي تعال خذنا مالتك موجودة. الله يساعد هسه قلب راعيهن الصاير بيه خطية، ومين جابهن وشون دبرن خطية لوليدة؟ لأن يا عم أنا أبو وهم وليدي بالمستشفى، وأعرف شنو قلب الأبو على الابن. أنا هاي هم العملية الثالثة لوليدي، وما خليت باب ما دقيته، غراض بيتي كلهن بعتين. وهسه أنا همي أنا مثل حالته، هسه جزوهم واقف بعد على 3 ملايين وكسور 4 ملايين. أنا هسه هم عملية ابني واقف على 1,300,000، وحاير منين أجيب له شو أسوي. فجاي يمشي لقيت هاي التقارير وهاي العلاقة اللي بيها الأمانة مات الرجال، والمبلغ اللي عندي مو هين يا عمي، ولا تدنى نفسي عليه. فالخاطر الحسين الشهيد إذا شوف الفيديو بطي مشاركة، الله يساعد قلب راعيه. هو قلبه محترق على الفلوس اللي عالجبنا، مثل ما أنا هسه قلبه محترق على ابني، هم أريد عاجه وما أعرف شلون، والعوز يفشل. فيا عم الله يكون بعونه، هاي تقارير خطية، تقارير ابنه. الله يكون بعونه، ايش عنده هسه؟ زرع كله، غسيل قلب، شرايين. الله يكون بعونه بجاه الحبيب. الله يساعد قلب راعيهن. إذا الملايين التي عثر عليها تعود لشخص مريض، والمال تكلفة إجراء عملية جراحية له، ومن سوء حظه أضاع المال في شارع فلسطين ببغداد، وبالتحديد قرب المستشفى البيروتي. ورغم حاجة المواطن صاحب النداء بسبب ظرفه الصعب، فإن أمانته منعته من الاستحواذ على تلك الملايين ولم يطمع بها، فنشر هذا الفيديو على أمل أن يصل إلى صاحب المال. موقف نبيل جميل أثنى عليه المدونون، وفي نفس الوقت لاقى كما من ردود الأفعال والتعليقات. نبدأ من تعليق أم محمد الياسرية، وهي ابنة هذا الرجل الذي عثر على هذا المبلغ المالي والذي صور مقطع الفيديو. تقول أم محمد في تعليقها: أبونا لقى فلوس بعلاقة والمبلغ أكثر من 24
مليون الله يساعد قلب راعيهن. احنا هم يعني عندنا ابن بالمستشفى ونعرف العوز يفشل، سووا مشاركة بلكث الله يوصل راعيهن رقم أبونا. هذا هو الرقم لمن يريد التواصل معهم لاسترجاع المبلغ المالي الذي فقد والذي عثر عليه من خلال هذا الشخص وهذه ابنة ذلك الشخص. هناك تعليق آخر ومداخلة من حمزاوي المياحي، وفقك الله على فعل الخير، والله إحنا همي اللي لقينا فلوس نفس حالتك وكتبت رقمي بورقة وخليتها على الجسورة وبلغت النجدة وإجا راعيهن انطاني أوصافهن وخذهن، والله يكثر من أمثالك. تعليق من وردة، هذا عملك كفيل إنه يشافي ابنك بدون ما تسوي له عملية، فالله يرزقك على صدقك وأمانتك ويكثر من أمثالك. هيك ناس عندهم أمانة وما يأكلون حرام، نفتخر بهم وإن شاء الله المبلغ يرجع لصاحبه. تعليق من زياد طارق، أختي نصيحة لوجه الله، الوصفات بهن اسم المريض، تروحون السكرتارية الطبيب اللي مراجع يمه راح تلقون اسم المريض ورقم تليفونه وأكيد متصل وحاجز رقم ومنك يتعاون وياكم سكرتير الطبيب. هناك أيضا مداخلة من سيد علي الكربلائي، هذا معتاز مليون و300، أشوف القضية بها شك، هذا اللي يحكي مو صادق، هاي التقارير بها رقم الموبايل لأن أبو المختبر يأخذ معلومات كاملة والعلم عند الله. عمر وسام، ماذا قال في تعليقه عمر؟ يا عمي أنت ابن عز وخير، هنيئا لك، هاي النفس الشبعانة والقنوعة، ويشافي مريضك ويقوم بالسلامة على فعل الخير وإرجع الأمانة، ويقوم ابنه بالسلامة ويشافي كل مريض يتألم بحق محمد وآل محمد. لهذا السبب أنا لا أريد شراء سيارة جي كلاس، هذا الخبر لمن لديه جي كلاس، أما أصحاب التوك توك أطبقوا على الصفحة، أصلا ما بها شبابيك. فيا أصحاب الجي كلاس انتبهوا جيدا على سياراتكم، فمع بدء ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام يوصى بترك أحد نوافذها مفتوحة قليلا لتفريغ الضغط وعدم ترك زجاجات العطر والمواد الكحولية بداخلها. هذا ما لم يفعله صاحب سيارة جي كلاس في الرياض إذ احترقت الجي كلاس مالته موديل 2019 بالكامل بسبب انفجار زجاجة العطر التي نسيها العينتين على الدشبول، ومع حر الرياض انفجر العطر وتفحمت السيارة وخسر الرجل 300,000 ريال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم معانا جي كلاس 2019 جي 500، رجال ناس العطر داخل السيارة ومع الحر الجالس يصير طبعا في الرياض، الدرجة جالسة توصل 42 وحبسه داخل السيارة، فأدى لهذا الشيء، يعني خسر الرجال احتمال 300,000 و200,000 خسارة الرجال. فانتبهوا يا شباب، حاول تنزل الدرايش شوي لو كان عشان ايش ما تأذى السيارة معاك. وحياكم الله، معاكم تشليح الشهباء، المحل محلكم بأي وقت، حياكم. تسبب الحادث بتحذير الجميع إلى ضرورة الانتباه لسياراتهم وتجنب ترك مثل هذه الأشياء بداخلها. كثيرا ما يستسهل البعض ترك أغراضهم اليومية في السيارة لضمان سهولة العثور عليها عند الحاجة دون أن يدركوا المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن ذلك، ويسلط الخبراء الضوء على الأغراض التي لا ينبغي تركها بداخل السيارة وعلى المخاطر الكبيرة أيضا لترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة بداخل تلك السيارات خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويحذر الخبراء من هذه التصرفات الخاطئة لما قد تتسبب به من أضرار كارثية على السيارة ومن فيها وما حولها. أما ردود الأفعال والتعليقات والآراء التي كتبت، نبدأ ذلك من محمد. ماذا قال محمد؟ يقول محمد والله صدق يحكي، على مود هاي أني ما اشتريت سيارة جي كلاس لأنه تحترق بالعطر، إذا حار خليجي بلا سيارة أحسن من دوخة الراس، تعال فكر بسيارتك لا تحترق، أهم شيء راحة البال. تعليق آخر ومداخلة من همس
حر المفروض يبعدون عن وضع أي مواد قابلة للاشتعال بالسيارات أو أماكن تكون فيها شمس، الله يعوضه خير إن شاء الله. هناك أيضا مداخلة من قسورة، الحذر من علبة العطر والولاعات بالسيارة مع هذه الأجواء شديدة الحرارة في مثل هذا الطقس، يفترض عدم حمل أي أشياء كحولية داخل المركبة، مع العلم يجب ترك أحد النوافذ مفتوحة قليلا لشدة الحرارة. هناك تعليق من زوز، سنوات والكل يحذر في الصيف لا تتركون شيء بالسيارة خاصة العطر والشاحن، بس ما حد يفهم. تعليق من نواف سعد الشمري، أخذ السيارة وبعدين وش هالنار اللي أحرقت السيارة ولا أحرقت الشجرة اللي يابسة على الكبوت؟ تعليق من مسلم يقول، الاحتراق لازم شرارة، كيف عطر ينفجر ويسبب احتراق ودائما الولاعات تنفجر في السيارات ولا تسبب حريق؟ الفنان الكوميدي المصري الشهير سيد زيان يعود إلى الواجهة مجددا ويتصدر تريند المنصات في مصر والكويت، ورغم وفاته منذ 8 سنوات بعد انتشار مقطع فيديو لرجل كويتي يشبهه تماما، فما هي حقيقة شبيه الفنان سيد زيان؟ طبعا الرجل ظهر في مقطع فيديو بداخل سيارته وهو يهنئ الطلاب على نجاحهم معبرا عن فخره بتفوقهم في جميع المواد ومشيدا بتربية أهاليهم لهم، وفجأة تحول إلى ترند بسبب شبهه الكبير بالفنان الراحل سيد زيان، حتى أن ابنة سيد زيان بنفسها اندهشت لذلك. فهل هذا الشبه واقعي وصحيح أم ذكاء اصطناعي أو تقنية ديب فيك؟ على الأرجح الشبه غير حقيقي إلا إذا ظهر مجددا بمقطع فيديو من مصدر موثوق أو بقناة تلفزيونية وبشكله هذا ليتم التأكيد. صبحكم الله بالخير، مبروك بنجاحك، طلابنا وطالباتنا طلعت النتائج ولله الحمد والمنة بتفوق جميع المواد. أنا أتكلم عن بنتي عيسى ربي حفظها، قبلها عيالي هم كانوا متفوقين الحمد لله على أبوهم، طبعا اختلفوا الحليم بس الأبو واحد. على العموم عيسى ربي حفظ كل عيالنا بالنجاح والتفوق، إنما يدل على تربية أهاليهم وهم أهاليهم على تربية أهاليهم سابقا. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الديرة اللي احنا فيها. سيد زيان ممثل مصري، ولد في 17 من أغسطس عام 1943، توفي في عام 2016، عانى من المرض بأواخر حياته ما جعله يبتعد عن التمثيل لفترة طويلة سبقت وفاته، وظهر سيد زيان في العديد من الأفلام والمسرحيات، شارك كبار النجوم البطولة مثل عادل إمام، فؤاد المهندس، سمير غانم وغيرهم من نجوم الكوميديا في مصر. هناك مئات التعليقات التي جاءت على مقطع الفيديو الذي ظهر فيه هذا الرجل الكويتي. طبعا رواد منصات التواصل الاجتماعي، هناك من صدق وهناك من شكك بسبب وجود تشابه كبير بين هذا الرجل الكويتي والفنان الراحل سيد زيان بدرجة كبيرة جدا جعلت الفنان الراحل سيد زيان يتصدر الترند. وإليكم جانبا من تلك التعليقات والآراء التي كتبت حول قصة هذا المواطن الكويتي. التعليق الأول من أحمد يقول، سبحان الله الشبه كبير، الله يرحم سيد زيان. وهو سيد زيان رحمه الله رجع للحياة ولا إيه؟ قسما بالله حسبته الممثل المحبوب سيد زيان، سبحان الله الخالق سيد زيان. تعليق آخر من ناصر، سبحان الله ده شبه سيد زيان أكثر من سيد زيان بذات نفسه. تعليق آخر من سيفتي تقول في تعليقها، كم أحب ذاك الممثل رحمه الله عليه أو رحمة الله عليه، الممثلين المصريين بتاع زمان راح يبقوا مخلدين في التاريخ، تحية لهم من الجزائر. تعليق آخر أيضا من صالح بوصلوح،
هذا صج ولا تركيب؟ بس يقال انه عند ابن او ابنه من زوجته الكويتيه الله يرحمه، مثل يوسف شعبان الله يرحمه، هم زوجته كويتيه وعنده ابناء. تعليق من رشا رأفت: يخلق من الشبه 40، لكن مستحيل حتلاقي نفس شخصية ومواصفات وروح والدك، يقصد الفنان سيد زيان وخفة دم الله يرحمه ويغفر له. تعليق من أسامة: في كل هذا العدد من البشر بكافة بلدان العالم لابد من وجود 400 أو أكثر أو 4000 شبيه لكل إنسان وليس 40 فقط. من قصة شبيه الفنان المصري سيد زيان الكويتي في الكويت، ولم يتم التحقق والتأكد فعلا إن كان هو فعلا يشبه سيد زيان بشكل حقيقي أم استخدم تقنية حديثة لإضفاء هذا الشبه الكبير، سنعرف ذلك لاحقا إن شاء الله في الأيام أو الساعات المقبلة. على أي حال، كانت هذه معظم القصص والأحوال المتداولة والرائجة على منصات التواصل الاجتماعي. سنكون يوم غد إن شاء الله في موعد جديد مع مجموعة جديدة من الأحداث. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.